السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بنات، أنا شيكو من قناة شيكو للتجميل وكل ما يخص المرأة. فيديو النهاردة إن شاء الله يا بنات علشان عرايسنا الحلوين هنستخدم بمكون واحد بس وهو الحنة البيضة. هنعمل دلكة للجسم كله، هنفتح بيها إن شاء الله جميع مناطق الجسم، حتى كمان يا بنات المنطقة الحساسة، حتى كمان منطقة تحت الإبط. مش بس كده، عندي فيديو تاني كمان صغير في نهاية الفيديو ده علشان اعلمك بالحنة البيضة ازاي برضو تستخدميها على الوجه للتفتيح، علشان انا مش بحب نفس المكونات اللي بستخدمها للجسم استخدمها للوجه. بحب ان مكونات الوجه تكون مختلفة شوية وعلى حسب برضو نوع بشرتك. كملي معايا لحد اخر الفيديو، فعلا هتستفادي جدا جدا. خلاص بالنسبة لعرايسنا الحلوين مفيش فاضل وقت كتير على العيد. دلوقتي ان شاء الله نبدأ مع بعض اول وصفة، وهي دلكة الجسم كله. مكوناتي كريم مرطب مع الحنة البيضة. اي نوع كريم مرطب عندك، حتى لو ما عندكيش كريم مرطب تقدري تستخدمي كمان بداله زيت اللوز مع الحنة البيضة. الحنة البيضة بنات طبيعية وأمنة جدا جدا على البشرة، بس هي بتشد البشرة شوية، فالمرطب بيحد من انها تشد على بشرتك وانتي حطاها. بعد كده بنات عندنا كمان مية ورد، وتقدري تستخدمي اي نوع ماء ورد موجود عندك في البيت، ما تشتريش حاجة مخصوصة معينة، وبرضو ده بيساعد على تخفيف حدة الحنة البيضة. الحنة البيضة لو اتعجنت بمية عادية هتلاقيها بتنشف على الجسم، ومش كل البشرات بتقدر ان هي تستحملها. ندخل بقى يا بنات على طول في الوصفة عشان انا مش بحب اطول عليكم. المكونات بتاعتي، انا هاخد معلقة كبيرة كده من الحنة البيضة، وده بيكون لونها يا بنات على فكرة لونها مش ابيض، لونها بيكون مدي على جري شوية. يا رب الكاميرا بس تكون مبينة اللون. انا مستخدمة حنة بيضة اصالة، انتي ممكن تشتريها من اي مكان مستحضرات تجميل، ممكن كمان تلاقيها في الصيدليات، ممكن كمان تشتري اي نوع حنة بيضة من عند العطار، بس حاولي ان انتي تشتريها من شركة كبيرة ومعروفة علشان تكون فعالة معاكي. وهاخد نص معلقة بس من الكريم المرطب، وزي ما قلتلك تقدري تستخدميه بزيت اللوز لو ما عندكيش كريم مرطب. هتقلبيهم مع بعض حتى التجانس. الحنة البيضة بتدوب يا بنات على طول مع بعض، بتدوب بسرعة. هنحط بقى مية الورد بتاعتي، برضو معلقة صغيرة، ممكن كمان نص معلقة، لان الحنة البيضة بتدوب على طول ما بتاخدش وقت خالص في الدوبان، يعني ماسك سهل وسريع وهينفع ان شاء الله لكل الجسم، كامل الجسم تماما حتى المنطقة الحساسة طبيعي وآمن عليها. بص يا بنات بيدوب ازاي بسرعة. الحنة البيضة مكون ناعم جدا على البشرة وحلو قوي، فوائده كبيرة جدا جدا في التفتيح. مش بس كده، كمان الترطيب والنعومة، هتحس ان بشرتك اختلفت تماما تماما مع الحنة البيضة. كده بنات خلاص المكون بتاعنا قرب يتجانس مع بعضه. شفتي ازاي ما اخدش مننا نص دقيقة في التحضير خالص. ده بيكون الملمس بتاعه، انا عايزاه جامد شوية زي كده، مش عايزاه يكون سايل. طريقة استخدامه طبعا سهلة وبسيطة، ان انت هتفرديه على الجسم كله، يعني انا مش برجح ان انت تحطيه على المنطقة الداكنة فقط، يعني اي منطقة داكنة عندك تحطيه، لا انا برجح ان انت تفردي المكون بتاعك على كامل الجسم. طبعا ده هديتي لعرايس العيد، طبعا اي بنوتة حابة تجربه تجربه، بس انا بقول هديتي للعرايس ليه، لان هو فعلا
مفعوله رهيب جدا جدا في التبييض. بصوا يا بنات، بيتفرد كده على البشرة، كملي بقى على بشرة جسمك كلها، وما بيتسابش كتير على البشرة، بيتساب بس 20 دقيقة فقط. بعد كده بيتشطف بمية فترة عادية، ما بيتشطفش بمية سخنة أو باردة، لا، مية فترة من الحنفية عادي جدا. هسيبلك المكونات دلوقتي علشان تكتبيها. ما تنسيش كملي معايا لحد آخر الفيديو علشان أقولك المكونات الجديدة اللي هنحطها على الوجه علشان التفتيح السريع، برضو ده هديتي للعرايس ومش هياخد مننا أكتر من 2 دقيقة إن شاء الله. في تحضيره سهل وبسيط، من مكونات موجودة عندك برضو إن شاء الله هتلاقيها في المنزل. المكونات زي ما انتي شايفة كده، زي ما انتوا شايفين، زبادي وعسل نحل، مفيش طبعا ابسط من كده، مفيش بيت بيخلى من الحاجات دي. يعني وصفة سهلة وسريعة ومبسطة وكمان متوفرة وعلى قد ايديكي، ومفعولها رهيب جدا جدا في التفتيح. انا مجرباها يا بنات، واكتر من حد كمان مجربها. نشوف مع بعض المكونات بقى هتكون قد ايه بالظبط. نجيب طبق كده نحط فيه، هناخد معلقة كبيرة من الحنة البيضة، ده الماسك ده يا بنات علشان الوجه فقط، علشان مش بس هيفتح، لا، ده هيدي نعومة للوجه، هيدي ترطيب، هيدي كمان لمعان، هتحسي ان بشرة وجهك بقت مشرقة ولامعة. ما تنسوش يا بنات لما تجربوا الحنة البيضة، ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات رأيكم ايه. مستنية كمان لايكاتكم على الفيديو. انا اخدت نص معلقة من الزبادي، وهاخد زيها برضو نص معلقة من عسل النحل، واقلبهم مع بعض حتى التجانس علشان اكون الماسك بتاعي. احب اشكر يا بنات كل البنات اللي اشتركت معايا مؤخرا في القناة واتفرجت على فيديوهاتي وعجبهم، شكرا ليكم جدا. وبالنسبة للبنات اللي لسه ما اشتركتش، ياريت تشتركي معايا وتفعلي الجرس، لان خلاص العيد قرب، وانا ان شاء الله هنزل لكم وصفات كتير جدا جدا تباعا للعرايس للاهتمام بكل منطقة في الجسم. تابعيني وفعلي الجرس علشان يوصلوكي كلهم ان شاء الله. ومستنية منكو برضو اقتراحاتكو للفيديوهات اللي جاية، لو انا ناسي حاجة قولولي ان انا اعملها لكم ان شاء الله في فيديو عشان يكون قبل العيد، عشان نلحق نحضر ان شاء الله لعرايسنا بتوع العيد. خلصنا يا بنات الماسك، واتعجن برضو في وقت قليل جدا جدا، يعني ماسكين من اسهل وابسط الماسكات في المكونات، لكن مفعولهم رهيب جدا جدا على تفتيح البشرة. بالنسبة للوجه بقى يا بنات، انا حركاتي زي ما انتوا شايفين كده بتكون دائرية علشان اعمل الوجه عملية صنفرة، بتسيبيه برضو على بشرة الوجه لمدة 20 دقيقة فقط، بعدين بتشطفي الوجه بمية فترة زي ما اتفقنا. الماسكين دول يا بنات نقدر نستخدمهم قد ايه؟ نقدر نستخدمهم في الاسبوع 3 مرات. بالنسبة لعرايسنا الحلوين يقدروا يستخدموها يوم ويوم لا. ما تنسوش يا بنات، البنات اللي لسه مشتركتش معايا اشتركي معايا وفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا ليكم، سعدت جدا ان انا كنت معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.